طيب عبير، انا بالنسبه لي شخصيا يعني انه كلمه بين كونسيستنسي او ان انت في استمراريه في حاجه معينه انت بتعملها بتودي دايما لنجاح. بمعنى انه مثلا ممكن حد يجي ياخد مني مثلا نصيحه، حد من صحابي ويجي يقول لي انا زهقت، انا كل يوم بروح الشغل وما بترقاش انا. فدايما برد عليهم واقول لها ايه، اعملي نفس الحاجه اللي انت بتعمليها كل يوم باحسن طريقه واكيد هتيجي فرصه. ازاي نحافظ على الاستمرارية؟ والله انا ابني النهارده الصبح كان بيقول لي كده. ابني، انا عندي ابني في جريد 10 ربنا اولى ثانوي، يخليهولك. وابني تاني في جريد 9، ربنا فابني يخليهولك. بيتمرن فبيقول لي هو انا يا ماما يعني انا هفضل كل يوم كده، لسه بدي مدرسة بقى، لسه هفضل كل يوم كده ابقى كويس واروح المدرسة واروح التمرين؟ انا احيانا بحس ان انا مش عارف يعني اعمل ايه، نفس السؤال كده اللي هو يعني انا بعمل ده كل يوم. قلت له انت مش عليك في دنيتك غير انك تعمل حاجه اسمها سيلف موتيفيشن، شجع نفسك بنفسك. انا مش انت مش محتاج انك انا اجي اشجعك، شجع نفسك. انا النهارده كان مطلوب مني اني اروح المدرسه، فانا رحت المدرسه وعملت كل حاجه كويسه جدا، وبعد كده كان مطلوب مني اروح النادي فرحت النادي وحضرت الماتش او حضرت التمرين كويس جدا. فكره بقى امتى هيجي ان انا اظهر او ابان او دي، انا في اقصى مخيلاتي يا ريهام لا اتخيل اني ابقى من الناس اللي الناس بتستضيفني في التلفزيون، ببقى امانه حقيقي جدا، ولا اتخيل ان انا لما اجي اعمل ايفنت علشان ناس ملتقى توظيفي تحضر فيه اول 1000 واحده. لا، في اقصى مخيلاتي ان 1000 واحده تصدق الفكره، انا لا يمكن كنت اتخيل. يعني احنا اللي عديناهم يعني حرفيا كانوا اولموست 1000 ما شاء الله في التسجيل، فاللي هو 1000 في اول مره نقول يلا، لا طبعا هو ده عدد، طبعا ده بالنسبه لي عدد اللي هو انا مش متخيله ان انا ايه حد عارفني غير انا واختي وجارتي ايوه صح، وصاحبتي، عارفه الاحساس ده اللي كويس هو قوي. ما فيش حد، لا في ناس عارفه وعندها امل وعايز تيجي وبتكتب. الناس دي جايه لمين يا جماعه؟ هو الناس دي بجد مصدقه؟ الناس دي بجد؟ طيب هو انت محتاج ايه؟ ان انت تصحى كل يوم فعلا زي ما انت بتقولي كلمه عظيمه جدا. وعلى فكره الكونسيستنسي هي كلمه كل الناس الناجحين والمليارديرات واشهر ناس في العالم بيقول لك هو الاستمراريه على نفس الشيء. انت صح. تصحى بتعمل نفس الحاجه اللي انت بتعملها بكل كفاءه بكل طاقه، وعندك ثقه ويقين بانك بتعمل السعي اللي مطلوب منك ما تاثرش فيه. صح. ثقتك في الله بقى ان ربنا بقى بيعوض وبيكرم وبيرزق بقد فضله وكرمه مش قد تعبنا خالص. فهو بتتعبي بتتعبي بعد كده بتلاقي وبتخبطي على 100 باب كلهم مقفولين، واللي يقول لك انت لا يمكن، الباب ال 101 بيعوض ال 100 باب و200 و300 باب انت ما خبطتيهوش بجد. صح. وانا ما انكرش ان انا كنت بحكي يا بنتي انت هتنزلي، يعني بقعد اقول لاصحابي مثلا انا عايزه اعمل حاجه زي كده، والله يقولوا لي يعني انت عايزه تنزلي الستات من على الكنبه تنزل تشتغل؟ دول قاعدين على الكنبه يعني هما مبسوطين وبيقعدوا، قلت لها والله اللي مبسوطه تقعد مبسوطه، بس في ناس مش مبسوطه. اي عبير هما مش هينزلوا. قلت لها لا هي ان شاء الله، لا يعني طب نجرب. فاللي هو فعلا بتسمعي كلام احباط مالكيش دعوه، انت كملي دايما. انت بيقول لك شوفي كمان انت ما تشاركيش افكارك في الاول، مهمه بصراحه، لانه ممكن تحبطك. مهمه جدا، مهمه ما تشاركيش افكارك مع اللي مش مؤمن بيكي، تسكتي خالص بقى لو بالزبط. هو اللي قدامك ده قال لك لا طب تمام انت تمام انا هروح تمام، لان انت فعلا ده بيحبط وده بيكسر، ممكن ده ما حقيقي يخليكيش اساسا تبتدي خالص خالص بالظبط. خالص. وياما في ناس اعرفهم شفتهم والله ده انا بقالي من سنه بتفكر في فكره وبعدها بسنه بتفكر في نفس الفكره. طب انت عملتي ايه في السنه؟ طب ما كنت جربتي، ما هو انت كده كده ما عملتيش، مش كان زمانك يمكن عمل يا ستي حتى لو فشلتي كان زمانك اتعلمتي حاجه. صح. يعني ما هو عمر ما حد بينجح غير لما بيفشل كتير 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 مظبوط كتير كتير.